ما ادري راح احط ايدي على رقم وانت تختاره. اوكي خليك امدحج على الكاميرا لا امدحج على الاجلات. اوكي الرقم ايش قد يا مهدي؟ واحد. كفو عليك. او ماي جاد. خود رقم ايش قد حاط ايدي عليه؟ اثنين. اوه من قول والله حذفت لحالك؟ والله كفو عليك خود. مرحبا يا جماعه كيفكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد. قبل لا نبلش بالفيديو اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعه الخير. لا اله الا الله. طبعا شوفوا الدباديب الحمر شايفين محلاهم يا قربوا حلقت للشباب. شوفوا يا جماعه شوفوا مهدي محلاه. وين الدبدوب؟ هذا الدبدوب بكرشو 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 الدبدوب. وين الدبدوب يا عبوده؟ طبعا يا جماعه مهدي عبوده طالع احلى من مهدي. شوفوا محلاه ومهدي مو حلو. شوفوا لا ليش لا 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 مهدي احلى يا جماعه. مهدي احلى ضحكوا. مهدي محلاه عبوده بسع ومهدي حلو. مو طبعا يا جماعه الفيديو السابق عجبكم وكنا نلعب انا وعبوده التحدي وقلنا لكم انه عبوده ما شاء الله فاجأني بلعبه بلعبه القنينه. فاليوم راح نلعبهم لعبه بس ما راح اشرح لكم الحاز اشرح لكم وقت نبلش باللعبه. اوكي طبعا يا حبايب خليكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. لا تنسونا باللايك بالاشتراك تفعيل الجرس وشكرا للجميع ويلا نبلش. طبعا يا جماعه راح نشرح لكم شنو اللعبه ونبلش تمام. عبوده مهدي شوف برقم واحد ورقم اثنين. الحظ انا راح اوقف وراكم. اول شيء مثلا دورك اقول لك عبوده بدي احط ايدي على رقم. اذا تحزر شنو الرقم؟ اوكي رقم واحد ورقم اثنين. اذا تحزروا تاخذ وحده من البسكويت او الشيبس. لا واذا ما تحزروا ايه بدي انطق على راسك بالونه بيها شويه مي. ما كترت لهم مي يا جماعه وحطيت لهم مي ساخنه عشان ما يبردون. اوكي مي ساخنه شوي تمام. الحظ راح نعد تمام عدي. عرفت شني؟ اكيد بس انا بدي اوقف وراكم. ها اوقف وراكم انتوا تتابعون غاد على الكاميرا مشان ما تزوغلون. جاهزين؟ يا جماعه ما يذوق المهدي الذوقل ما يذوق المهدي. اوكي جاهزين؟ يلا يلا نبلش يا جماعه. انا راح اعد بدنا نشوف دور منو راح اول شيء تمام. حدره مدره اللي جدي عد للعشره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مهدي مهدي راح احط ايدي على رقم وانت تختاره. اوكي خليك امدحج على الكاميرا لا امدحج على الاجلات. اوكي رقم ايش قد يا مهدي؟ واحد. كفو عليك. او ماي جاد. خود دحج عبوده. رقم ايش قد حاط ايدي عليه؟ اثنين. اوه من قول والله حذفت لحالك؟ والله كفو عليك خود. ما يني جماعه ما راح انطق ولا بالون على راسهم. يلا نرجع نرجع. لا هالمره بطقبوا علينا. مهدي عبوده دير وجهك غار. لا يا بدك خسرت بدك تنطق على راسك. خلاص يلا 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 خلاص دار قدام دار 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 عبوده دار. بس انزغلتها وبدك تندار قدام ندار. يلا ندار عبوده قدم. ايوه لا تدحج لورا لا تدحج ندار لغد. ايوه مهدي رقم ايش قد هذا اللي حاط ايدي عليه؟ وش تدحج؟ اخذ بسكوت وبي. اذا اسمع اذا ربحت تاخذ بسكوته. اوكي؟ ومنها طيب رقم ايش قد انا حاط ايدي؟ رقم ايش قد؟ والله خيو رجعت البالونه هو خايف من البالونه خلاص رجعتها تعال خلاص. رقم ايش قد حاط ايدي؟ رقم ايش قد؟ واحد. لا اثنين اثنين اثنين. ارجع 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 ارجع. يلا عبوده اقعد اقعد. عبوده رقم ايش قد حاط ايدي؟ اثنين. رقم واحد وانطق عليك بالونه.
امزح فزت رقم اثنين. خذ واحد ثاني يلا. لا لا مهدي لا خليك علوك. وين العلوك؟ وين العلوك؟ وين؟ لسه ما ربحت انت ما ربحت. اقعد خلاص تربح خلاص تربح خلاص ربحت اربح. يلا جاهزين الحاج؟ اقعد صار دور مهدي صار دور مهدي. يلا انا سهلت لهم الامر يا جماعه حطيت لهم رقم واحد واثنين احسن. دورك انا مالي لا انا مالي دور الحزاني اخر شيء تلعبوني إيه. اوكي إيه. اذا خسرت تطقون علي بالون إيه. اقعد مكانك انت ويا. يلا عبوده ها. انت فزت مرتين مو إيه. هين غلطك هنا اخر شيء نحصل نشوف منو اكثر واحد فاز اوكي بيناتكم. مهدي خذها شني علبه عيلك حطها هين. مهدي حطها هين مشان احز نحسب اي اكثر واحد فاز بيناتكم تمام جاهزين إيه. الحز وين الدور صار عند مهدي ما تاخذ ديبس. اذا ربحت تاخذ ديبس اوكي تاخذ الديبس بس خلي عيونك قدام ما تحج وراك تخسر. رقم ايش قد يا مهدي؟ واحد واحد. او ماي جاد عبوده يلا اخسر مين عند عبوده. رقم ايش قد يا عبوده؟ واحد. رقم اثنين واحد واحد واحد. والله فهد والله شلون طق عليه طق عليه لا لسه ما اخسر اخطيت. خذ وحده يلا خذ خذ وحده ايش بدك؟ لا مهدي هو فهد. يلا الحس دور مهدي دور مهدي مهدي خليك قدام خليك قدام. رقم ايش قد؟ واحد. رقم اثنين من علاقة ما أحمد علاقة يلا اقعد اقعد عبودة رقم ايش قد؟ اثنين. ما شاء الله ما شاء الله لا صرت اشك بحالي يا جماعة معقول انا قاعد على موت؟ ما انتم شايفين قدامي؟ اه يلا 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 مستعجل. خديت وحدة؟ ايه هو صار وحدة اثنين ثلاثة أربعة. مهدي اثنين يا حرام. مهدي اثنين ومع عبودة أربعة. يلا مهدي يلا صار دورك. شو أقدم لقدام يلا مهدي ايش قد؟ واحد. اثنين 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 مهدي لا أسامحك؟ بوسني مشان أسامحك بوسني. اقعد سامحتك بدي اعيد لك اياها ما راح تاخذ شيء بدي اعيد لك اياها. رقم ايش قد؟ لا تحج. رقم ايش قد؟ واحد. كفو كود كود. او ماي جاد او ماي جاد. لا لا وحده. وين ما اخذ اثنين يا زلمه؟ والله والله وحده بس. حطها هناك يلا خذها هناك. اربعه. يلا صار دور عبوده دور عبوده. اريد اطق على عبوده وحده. انا دا اخذ الحامض خليه يلا دير قدامي دير قدام. يلا عبود رقم ايش قد؟ واحد. اثنين اثنين. اقعد 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 المرة خسرت. مهدي رقم ايش قد؟ واحد. واحد؟ لا المرة ماني مسامحك. رقم واحد هاي لي هاي لي انا ما انا لي وحده لي وحده لازم لازم افوت بوحده. تعال نجمع الغله يا جماعه. عبوده وحده اثنين ثلاثه اربعه. مهدي وحده اثنين ثلاثه واحد. يا جماعه اثنين اربعه خمسه خمسه هيعدها مرتين. مهدي خمسه خلص وايدك تعادل بدأ تعميق صرته وتعادل اوكي. هاي مني لكم اللعبه مو مثل لعبه الكبار. ما شفتوا شلون يصغرون ويرجعون لورا؟ بس انا حبيت اني اسألهم هذا الفيديو ولعبوا معي اللعبه عشان يتسلون لانه ملل مثل ما تشوفون الدنيا برد وشتويه ودنيا. فحبيت اسألهم هذا الفيديو واسليهم شوي. ما شاء الله عبوده او ماي جاد
عبود شلون صرت تعرف واحد؟ احط ايدي على الواحد واحد ما شاء الله عليك. اثنين اثنين غلبتني بالغنينة والحظ غلبتني تقريبا، بس طقيت عليك بالونة واحدة مو؟ مهدي ثلاث بوالين. نعم هذا غشاش مزبوط؟ قالوا واحد اثنين بس. انت طقيت عليك بالونة؟ واثنين. هو ومهدي طقيت عليه بالونة، اربع بوالين، ثلاث بوالين. مزبوط؟ مضمون؟ لازم اعطيني علج، اعطيني علوك، اعطيني اياها والله. لا بدي انك طقيت علي بالونه. لو اني طقيت عليك بالونه ما تعطيني؟ لا ولو؟ معناها ناخذ هذنا؟ ليش؟ اعطيك علوك بس لازم طقيت علي. طقيت عليك بالونه لانك خسرت. لا ايه خسرت، هون المتابعين هنا يشوفون. ها؟ بس واحد طقت عليه. بس واحد طقت عليك؟ ايه. غشاش يا جماعة، هذا غشاش. يرجع قال ورا يشوف ايش قد على حاط ايدي على ايش. طبعا يا حبايب لين وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى أعجبكم. أتمنى يكون أعجابكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نحبكم. ونحبكم. نشكركم.